وللمزيد حول أوضاع المدن المنكوبة وعلى رأسها الموصل بعد مرور 10 سنوات على سيطرة داعش عليها، ينضم إلينا عبر خط الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بك معنا دكتور. عليكم السلام، الله أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتور. اسمح لي أبدأ بما كشف عنه فخري كريم مستشار رئيس الجمهورية بين عامي 2006-2014، وفي الحقيقة ما قاله على لسان المالكي في ذلك الوقت حول أن طلب إلحاق الموصل إلى كردستان العراق ولكونها بؤرة للإرهاب والقوميين والبعثيين، ثم القول بأنها سكين في خاصرة العملية السياسية لكونهم سنة، لا تزال على ما يبدو النظرة هي ذاتها تجاه المدينة على الرغم أنها مدينة منكوبة، وبالتالي نحن نتحدث عن موقف لم يتغير حتى وسلوك لم يتغير تجاه هذه المدينة دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. القضية الطائفية في العراق هي أحد أسس المشروع الأنجلو-أمريكي الصهيوني في العراق، والأدوات التي أتت بها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لتنفيذ هذا المشروع اختيرت بدقة، والمالكي أعلن صراحة قال أن السنة إذا نسترجع للتاريخ ثلث نهجرهم وثلث نقتلهم وثلث نستعبدهم، هذا واضح. الشيء الآخر أنه في أكثر من مقابلة عن النينوى تحديدا تحدث بهذا النفس وقد نقتل من نقتل ونهجر من نهجر، إذن العملية هي مقصودة، وهذا النفس الطائفي هو أحد أسس التي ترتكز عليها العملية السياسية، ولحد الآن حتى قراراتهم الأخيرة تشير إلى هذا، اللي هو عملية تنفيذ المشروع الإيراني والنفس الطائفي وتكريس النفس الطائفي في العراق بشكل يومي وعملي ومن خلال كل القرارات والإجراءات التي تتخذ. مدينة الموصل هي أحد أهم ركائز العملية السياسية التي ركزت على تدمير الموصل للمحافظات السنية الثائرة قاطبة، وأتت بهذا المشروع الذي هو تصميم أمريكي إيراني شارك فيه النظام السوري. نعم، والنظام الإيراني. هناك دكتور أسئلة كثيرة لا أحد يجيب عنها، منها مثلا لجنة التحقيق التي شكلت في الأحداث وتوصلت إلى أن المالكي و35 مسؤولاً يتحملون مسؤولية أحداث الموصل لكن أحداً لم يحاسب، هناك إفلات من العقاب. نقطة أخرى اسمح لي دكتور، وهي بعد استعادة الموصل وتحريرها كما يسمى، هناك يعني محاولة لعودة قسرية، إجبار الناس النازحين للعودة إليها رغم أنها غير مؤهلة، كيف يمكن النظر إلى هذه القضايا؟ اولا قضيه الانسحاب الجيش باوامر عسكريه، والقائد العام كان هو المالكي في ذلك الوقت، والقوات العسكريه اللي موجوده في محافظه نينوى في ذلك هي 53 الف مقاتل، لاحظ ان الان الذين يقاتلون في غزه كم عددهم مقارنه بقوات الكيان الصهيوني، فاذا هناك نيه مبيته واوامر اعطيت لهذه القوات اللي موجوده للانسحاب المنظم امام داعش الذي هو جزء من المؤامره، وهو اتى بامرهم وبامرهم. لاحظ انه اذا نسترجع التاريخ وكلنا نسترجع هذه الملحمه الدمويه للاجتياح الموصل كان عددهم لا يتجاوز 600 شخص، فهل يعقل انه ينسحب 53 الف مقاتل بكل عددهم وقياداتهم العسكريه ويتركون وينهزمون امام 150 عجله ب 600 مقاتل؟ اذا هناك نيه مبيته، وهذا الامر اصبح واضحا الان مكشوف للجميع. الشيء الاخر ان هناك اوامر عندما اراد ما يسمى بتحرير الموصل كان العبادي ذلك الوقت اعطى بعدم الانسحاب من المدينه والبقاء في منازلهم، وهذه المؤامرة الأخرى التي لا تقل خطورة عن خطورة المؤامرة الأولى لأنهم حلقة واحدة، فبالتالي تم القصف هؤلاء الناس ولا يزال الكثير من الضحايا تحت الأنقاض لحد هذا اليوم. قضية إعادة النازحين قصرا أيضا هذا من المواضيع التي لا تهتم لها الحكومة بقدر ما تهتم للمشروع المراد
من إذلال هؤلاء الناس، لأنه عندما طيب تدمر دكتور مدينة يجب أخيرا، إعمارها أولا، نعم تهيئة فرص الحياة. نعم هو لم يستطيع أن يبني مدرسة في جنوب العراق لما هذا أمر قبل مهم، داعش ولا هذا غير أمر داعش. مهم دكتور، وهذا ما تطرقت إليه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي أكدت بأن إعادة النازحين سيؤثر سلبا على 160 ألف نازح، وهناك إصرار حكومي في المقابل على إعادتهم قسريا، كيف نفهم هذا؟ أخي الكريم، العملية إعادة النازحين دون تهيئة الأسس اللازمة أو على الأقل الحد الأدنى من سبل العيش، تأمين منازلهم، تأمين منازلهم، تأمين المدارس، تأمين كل شيء، مستلزمات الحياة البسيطة لأي مواطن يعيش في العالم. أما أنه الإعادة القسرية لفئة كبيرة من الناس ليس لهم بيوت، يرجعون الى بيوتهم غير امنه، غير صالحه، لم يعوضوا، لم يعطوا شيء لكي يمارسوا. كل مواطن نازح يتمنى ان يعود الى بيته، ولكن اذا كان بيته مدمر ولم تكن له القابليه على اعادته، لانه نعم الان موضوع الاعمار وغيره يكون مكلف جدا. فاذا هذه هي ضمن سلسله الاذلال المتعمد لتمارسه الحكومة الطائفية في العراق على النازحين. هذا ليس بالأمر الجديد حقيقة. نعم أشكرك جزيلا دكتور هلال الدليمي الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.